Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We begin tonight with an extremely difficult story to bring you. Four children aged 9, 11, 12 and 13 have been confirmed deceased. They were mowed down by an allegedly drunk speeding driver. بواحد شباط 2020 حادث أليم هز العالم. سائق تحت تأثير المخدرات والكحول أودى بحياة أربع ملايكة. أنتوني، أنجلينا، سيانا وفيرونيك. بهالمكان بالذات قطعت سيارة كان في أطفال عم يمشوا مثل ما عم بتشوفون المشاهد اللي عم بتشوفوها هي قبل بدقيقة واحدة بس من الحادث قطع الطريق قطع الإشارة الحمراء وغير حياة أكثر من أربع عائلات هالقصة اللي هزت العالم كانوا أبطالها الأهل اللي سامحوا السائق بذات الليلة اللي صار فيها الحادث رح نتعرف على ليلى وداني وبريدجت وشو تغير بحياتهم من بعد هالحادث الأليم As we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit Amen ليلى جعجع عبد الله انت من بشري من لبنان ولدتي وربيتي بلبنان سنة 2003 تعرفتي على شريك حياتك داني خبرونا أهلك أنك كنت تصلي كتير كنت هيك غير عن بقية أخواتك غير عن بقية الأولاد نحن بصغار كانت أم وبي جمعونا نصلي المسبحة مع بعضنا بالبيت وبالسيارة وكنت كتير حب الصلاة ما كنت أشبع من مسبحة واحدة كنت صلي كذا مسبحة روح على الكنيسة كذا مرة أقرأ الإنجيل كنت كتير حب أتعرف على يسوع أكتر وأكتر حتى كبرنا بعيلة مسيحية فقيرة بس أنا كنت مفكرة حالي كتير غنية كنت فخورة ببيتي مبسوطة حاسة حالي أنا غنية مش ناقصني شي وكانوا كل ما حدا مريض أو شي يدقوا لبي يقولوا بليز فيك تقول لبنتك تصلينا المميز بليلى إنه لما تفوت تنام كل يوم كل يوم زيت القصة تبقى غافية المسحة بإيدها وقاعدة وعم بتصلي وما تكتفي بمسحة واحدة تخلص أول مسحة تخلص الثانية وترجع تصلي وتصلي وتصلي تتخفى هي وقاعدة بنتي كان عمرها شي 6 سنين بتصلي بتحلم بيسوع قد كان عمرك بس عرفتي على داني؟ I think 18 شو عجبك بداني؟ أول سؤال سألني إياه بتصلي؟ داني عبد الله حضرتك من عرمون شوف ولدت وربيت باستراليا خبرني عن اول مشوار على لبنان كنت تسمع قبل انت وصغير عن لبنان ب 2003 خيي كان بده يتجوز بقبرص رحنا على عرسه واخر شيء امي قلت لي تعال نروح على لبنان تعرف على الفاميلي وبنعمل مثل ليليه تبع لخيك قلت له اوكي بنروح وانبسطت كثير شفت ليلى شو عجبك بليلى؟
شفتها بتصلي وبتخاف الله، قلت له لأمي أنا حابب أتجوزها وتجوزنا. ليلى تزوجته وجبته 6 أولاد. أنتوني سمينا على اسم عمي، وكنت كتير حب سان أنتوني. وأنتوني كان أكبر شيء بين أخواته، كان جنتلمان ناعم حنون، وكان كتير يحب الصلاة. أنجلينا كانت ماي ليتل هيلبر، وأنا كنت عيط لأمي التانية. تعطوا الاثنين كمان على المسبحة بإيدها. كل أولادي بكتر خير الله بحبوا الصلاة. ليانا خلقت نهار عيد ميلادي بتوقيت لبنان ونفس الساعة، كانت كل يوم تقرأ عشية الإنجيل لأليكس ولماكل قبل ما يناموا. سيانا كانت طيوبة وحنونة، كانت تحب تغني تعمل جيمناستيكس، كانوا كتير يحبوا يتعمل فقرة كلهم سبا، وبنفس الوقت كانت كتير حنونة، كانت تحبنا أكتر من داني. دلة لحقتنا المام I love you، دلة تبوسنا. أليكس مهضوم، عنده ثقة بحاله، هيس تشيكي. ومايكل هو ماي بيبي مايكل. ليلى بواحد شباط 2020 تغيرت حياتكم كومبليتلي، مش بس حياتكم، حياة اللي حواليكم، العالم انخض بهالفاجعة اللي صارت. سيدي كان تحت تأثير المخدرات والكحول، قضى على حياة 4 أولاد، 3 هن أولاديك وفيرونيك بنتها لبريجيت. جيت على البيت وهو كان في عيد ميلاد ما بال هيدا اليوم، حسيت حالي من كتير مرتاحة وما بعرف ليش. اجت أولاد رانيا، اجت بنت بريجيت، كان في عجقة شوي، وأنا قلت لهم لوك روحت مشوا على بيتنا هناك ورجعوا ما تطولوا. وبتعرف كان في 7 أولاد، بتقول 7 أولاد ما إنه خطر، بيكوز ينتبهوا لبعضهم أكيد، بيضلوا حد بعضكم انتبهوا على الطريق، ضل قلهم هيك. حرام كانوا مبسوطين، حسيتهم معهم حريتهم شوي. نحن ما عرفنا ما حيرجعوا هالولاد. راحوا داني وصار الأكسيدنت، مين اتصل فيك؟ ما بيل دقيت لرانيا، دقيت لرانيا ورانيا قالت ركود 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 في شيء. هلا هو هيدا النهار كان المفروض يكون أحلى نهار بحياتنا، لأنه بهيدا النهار عيد ما بيل بنتي. الساعة 7:30 أو شيء بالليل. إيه كنا رايحين نحتفل بعيدة. كان يوم عيد ميلادك. إيه كنت مع أنجلينا، أنتوني، سيانا، فيرونيك، ليانا وشربل، وكنا عم نمشي وكنا عم نضحك. بس فيني أتذكر عم بمشي بجع وقعد، وجعت أمي تشوف مين دفشني، بس ولا حدا دفشني. شاف السيارة عم تروح على البيسيكلات وكلهم على الأرض، وأنا مكلكت الحشيش. فأمت وجعت سألت حدا تدقل لأمي تتجي، فشافت ليانا وغمرت قلت لها حيكونوا منيح، don't worry about it. Ambulance اجوا، police اجوا. The crash, half my face was swollen and my arm was all grazed. All the girls were in one group and then Mabel was with the boys in the middle. And Chabelle was riding the bike. So after the crash, I think I was knocked out because it's like the sky was all bright, and then when I like got knocked out then got back up, it was like the sky was kind of like duller, as in it's almost night. وأنا فجأة بدي أقول لبنتي ما بعرف اللي كانت معه، اللي كانت معه ما بعرف شو فيه، أنا هون شو فيه الأولاد على الطريق. قلت لها شو فيه؟ قالت لي ما بعرف، شربل أنجلينا ما عم يتنفسوا. قلت لها ليلى هلأ انزل من السيارة. تركض رانيا من الباب بتقول صار شيء غلط مع الأولاد، الأولاد بهون شيء. دفشتنا من السيارة، طلعت بالسيارة سكرت الباب وداني مشي. قمت أنا على السريع طرت وراهم. طلعت بالسيارة وأنا عم صرخ، داني ما فهم علي، أخذ تليفون عم بيحكي مبال، ضليته على الطريق وصلنا لهونيك. أنت عارفة أنه معقول يكون هالحادث بهالحجم الكبير؟ يعني أنا فكرت كل شيء إلا حادث. بس جيت هونيك وحسيت مثل أنا فتت بشيء، شيء مثل الحرب. بعد الحرب بتلاقي العالم هيك على الأرض، وهيك كلهم على الأرض الأولاد، وكان كتير صعبة. تاني وصلت كنت متوقع أنه يكونوا راحوا. وقت جيت دغري عرفت، دغري حسيت. إجا ابني الساعة 9:30 10،
اجا قال لي مام لبس القاوي. قلت له مام، قال لي شو فيه؟ ما كان يقول لي، قال لي بليز البسي وتعي. كل الطريق بحبس ايده بليز. اجا فكري هالفاجئ، يا امي قال لي بليز، ما كان يقول لي البس بي سترونج. وصلت على البوابه ام بلاقي كنتي، قلت لها تينا شو في بليز؟ قالت لي انتني انجلينا سيانا جون. As soon as I got there, it was an eerie feeling. It was like I was in a war zone. I remember one bloke came up to me screaming, mate, we've got to let these parents, we've got to tell these parents. I looked at him, I said, these are my kids. And he was like, he sort of was fell back, like he didn't know what to say. I saw them. I went up to each one. I knew they were gone. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. ما كنت افهم شو صار. لبعد 15 minutes تفكرت اسأل شو صار، لأنه ما استوعبت تحت تأثير الصدمة. تحت تأثير الصدمة، لأنه شيء يعني ما حدا بيتخيل يشوف. رانيا لما شفتيهم قربت منهم لتشوفي عايشين منصابين شو صاير معهم؟ أنا لما شفتهم صراحة وبلا مبالغة دغري عرفت إنهم ميتين. هلا أنا ابني كان على الأرض حد أنتني، ولا قدرت أقرب عليهم، ما قدرت. يعني ما بعرف شو إنه أنا اللي عم شوفه حقيقة، حلم أولاد بالأرض. يا عمي ليش رجعت طلعت؟ ليش الأولاد بالأرض؟ شوفي هذه السيارة، يعني مش معقول ضربة كتير قوية بتقولي انفجار طلع بالأولاد. كان في يعني سايرنز، بوليس كارز، كان في تايبس، يعني شيء ما بتصدقي. بس شوفي تروحي هونيك ماني مصدق عشان نشوف. بليز خلوها تفوت، هاي أم فيرونيك بنتها بالحادث. البوليس قال لا ما فيك تجي. يعني كان في مثل ريبن، لقيت حالي قاعدة على الشارع على الفوت باث، وما بعرف يعني ما ستيل ماني مصدقة ايش عم يصير. لو كوني بدي فوت بدي احكي مع بنتي، بدي اشوف بنتي، لا ما فيك تفوتي، this is a crime scene، ما فيك تفوتي. شفت ابني جاية مع رفيقتي وعيني صرخ no way، وعيني امي مام وركعت صوبي. غير هيك ما بتذكر too much. كان عارف، قال له بيو، أنا بيو وصل وقال له فيرونيك she's dead. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith would be in the presence of my Savior. جربت تعطيه نفس لأنتوني؟ جربت تعطيه نفس رحت لعند أنجلينا، العالم قالوا راحت. شفت سيانا فيرونيك حسيتهم ما مش منيح. رحت لأنتوني جربت وعرفت، وقت جربت عرفت صدره كان مكسور وما كان فيه يتنفس. وآخر شيء طلعت عليهم وقلت هيدا بس جسمهم، روحهم منهم موجودين. دغري قلت هيك، روحهم مش هون. كادت دغري على بنتي ليانا وجبت ليلى. ليلى عم بتصلي، تعالوا على الامبيولنس، يلا روحوا. ليلى عم بتقول بليز ميك شو هالولاد بيرجع على المستشفى، انا بلاقيك فوق. وانا عرفت اسد اوكي نو وريز. وصلت على السين وشفت ليانا كان راسها مفتوحه وعم ينزل لها الدم. اجت لعندها عبتتني، قالت لي مام انا ما بدي اخسرك مثل ما خسرت اخواتي. قلت لها ليانا ما تخافي، ما صار شيء، ما حيصير شيء، اخواتك ما بهون شيء. شوي طلعت بشوف انجلينا، انتوني،
سيانا، شربل وفيرونيك على الأرض. أما دغري بلشت تصلي. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. وكانت أختي حدا عم بتصرخ على الرصيف، قلت لها رانيا ليه عم بتصرخي؟ ما بهون شيء، صلي صلي. طلعت فيي قالت لا أنت جنيتي. وكان في زلم واقف حدا أقوع مول معروف، بليز صلي معي صلوا. أنا طلعت وراي لقيت أختي، فجأتي أنه شو جايبها؟ بس اللي فجأني أكتر أنه دغري شالت المسبحة وعم بتصلي. طلعت فيها هيك قالت لي ولادي قررت مش هيك؟ قلت لها ليلى أنت جنيتي أكيد. بعدين تيجي الأمبولانس كمان، تطلع ليلى بالأمبولانس وبتمد راسها هيك من الشباك تقول لي رانيا ليش عم تعيطي ولادي قررت؟ فأنا كنت عم صلي وإجا الأمبولانس، داني قال لي روحي مع ليانا على المستشفى. قمت أنا قلت له وقيتني أنجلينا سيانا شابل وفيرونيك. قال لي ما تخافي ليلى هلأ بيرجع. ليلى ما كانت متقبل الموضوع، كانت مفكرة أنه رح يرجع كل شيء طبيعي، صحيح؟ صحيح. يعني لما شفتيهم ما قلتي أنه خسرتيهم؟ No way. قربت منهم ليلى؟ شفتي أنه معقول يكون في أمل بعد لحتى يكونوا بعدهم عايشين؟ أنا وصلت لهونيك بس لأ ما دقيت فيهم، طلعت فيهم ومثل كنت in shock، ما قدرت دق فيهم. عم بسألك لأنه المشهد كان كتير قاسي مثل ما بيوصفوا العالم، سيء فات بالولاد بسرعة 125. بالرغم من قساوة المشهد اللي شفتيه كان بعدك مآمنة أنه معقول يكونوا بعدهم عايشين؟ ايه آمنت أنه ما بهون شيء، أكيد هن حيرجعوا مثل الأول، حتى مش بس أنه عايشين حيكونوا مثل الأول، ما بهون شيء. وصلت على المستشفى ودقيت له لداني بعد شي ربع ساعة، أقول داني وين صار الولاد؟ أنا عم بلش أعتلهم. قال لي ليلى I think ما حيجي الولاد، ماتوا. قلت له داني ما تقول هيدا الشي، ما تخسر إيمانك، الولاد ما بهم شي. أجعد دقيت له مرة تانية، أقول داني الله يخليك أنا عم ببلش يدق قلبي، أنا خايفة بليز الله يخليك، وين صار الولاد بليز أنا خايفة. قال لي ليلى I think هم ماتوا. قلت له داني ما تقول هيدا الشيء، ما تخسر إيمانك، أكيد كيف حيموتوا؟ أكيد ما ماتوا. شوي فجأة بيجي داني على المستشفى، طلعت فيه أقول داني إجا شربل، إجا مبال، إجت ليانا، وين الولاد؟ ليش بعد ما إجوا؟ أنا خايفة عتلاني هم. قال لي ليلى الولاد ماتوا. قلت له لا لا ما تقول لي هيدا الشيء مش مزبوط. شوي بيجوا أربع إخواني، طلعت فيهم حسيت إنه أوكي هاي القصة في شيء عن جد جد، انه عن جد يمكن بده يكونوا، يمكن عن جد يكونوا ميتين ما بعرف. فتت على الاوضه مع داني وبيي وقلت لهم انتوا جايين تشوفوا ليانا وشربل ومبال، وين الاولاد؟ قالوا ليلى ماتوا. هيفا انا كنت عم صرخ. هيدا اول مره بحياتي حسيت ما معي كنترول على شيء. سلمت حالي قلت له يلا يا رب شو صاير هون اكبر مني ومن هالولاد، انا سلمت حالي عليك. ابدي اني اسلم لك ذاتي فافعل بي ما تشاء، ومهما فعل Yesterday, I lost three of my children. I had a cousin, Bridget. She lost her daughter as well. I don't know what to say. I'm numb. Probably that's how I feel at the moment. All I just want to say, please, drivers, be careful. These kids were just walking innocently, enjoying each other's company. And this morning I woke up, I've lost three kids. Just make sure you love your loved ones, your kids especially, because you don't know when. Okay, thank you. Bridget جاجو صقر، حضرتك ولدت بأستراليا وربيتي هون، عندك ولدين؟ عندي ولدين، ماركو عمره 14 وفيرونيك كان عمره 11 وسهى عمره 11.
بواحد شباط بالفاجعة اللي صارت خسرت بنتك فيرونيك. وين كنت؟ كيف تلقيت الخبر؟ نحن كنا رايحين على عيد ميلاد قريبتنا، وأول ما وصلنا الحفلة تليفون تبعي دق ودق لي داني. قلت له أشبك داني؟ قال لي ضيعت ولادي. قلت له وين وكيف ضيعتهم؟ قال لي ماتوا. قلت له يعني هيك صرت شوكت. قلت له كيف اش قصدك؟ قال لي أنتوني أنجلينا وسيانا ماتوا. قلت له انا فجأت وكنت واقفه ومسكت الحات، وبعدين فكرت كيف بدي اساله على بنتي، انه هذا very selfish يعني يقول لي ولاده ماتوا وانا هلا حساله كيف بنتي، هذا كيف رح اساله؟ بعدين قلت له داني وفيرونيك يعني اشي اوكي؟ قال لي لازم تجي على وين صار الحادث. بلش صلي المسبحة الهيل ماري الألف هذا. هنفكر هلا، بس أنا ما بدي أفكر، أنا بنتي ما بديك تصدق، ما بدي صدق يعني بنتي رحت على السماء هديك النهار، ما كان أنا شيء ما بيدخل بالرأس. She had a great personality. She was witty. She was cluey. She was funny. Nothing I do is the same. You know, you get in the car and your little buddy's not next to you. You go to the fruit shop and you see her favorite fruits, and you go to the supermarket and you see her favorite chips or chocolate, and yeah, nothing. There's everything's a trigger. I miss her laugh, her personality, the word mum, mummy. Yeah. Mummy put me to bed. She always had to cuddle her before she went to bed. Cuddle me, Mum. Yeah, I miss that. But I went into like a bio that said Oatlands tragic accident, Anthony, Angelina, Sienna, Veronique died. ابني شربل اللي قضى كتير وبأعجوبة خلص. شربل فات كوما شي 10 أيام، كان نايم كلياً. وين كانت الضربة؟ الضربة بدماغه، ضربة كتير قوية، هي severe brain injury. أنا من بعد ما صارت القصة مع أختي يعني حسيت إنه شو ما صار معي أنا بتضل هينة، عرفتي كيف؟ من بعد ما شفت إنه أختي قدي قوية، هي عطيتني القوة وقوت لإيماني وإيمان كل العالم. يعني قدي بقى شربي بالمستشفى وقدي كان سريع العلاج تبعه اللي ما كان متوقع كمان، صح؟ مزبوط. بقى شربل مثل ما قلت لك 10 ايام بالنايم كليا بالاي سي يو. من بعد دفن فيرونيك بالتحديد بدي اقول لجوزي، بقول له شربل فتح عيونه وعي. رانيا، قد ايه كان هالدرس قاسي وكبير على حياتكم؟ غيركم كل حياتكم. انا بتطلع بالدنيا بحس الدنيا خلصت هلا، نحن حياتنا تغيرت من هلا لابد الابدين. يعني نحن ما بقى عندنا فرح، انه انا وقت اشوف اختي محروقة قدامي، أو صهرة مكسور قلبه، أو ولادة عم يبكوا مشتاقين للكوزن. أنتني هو البست فريند تبع شربل. خسارتنا كتير كبيرة، كتير كتير كبيرة ما بتتعود. He prayed for me when the accident happened to survive.
I wish we changed spots. Like, just thought, why did I not swap spots with Anthony? Like, I wish what happened to him happened to me. Like, he wished that he was the one that died, and he wished that Anthony's the one that survived. I'm gonna tell Anthony, I miss you, love you. How's life in heaven? I used to play in the car with Anthony, Angelina, Sienna, Liana. I miss my brothers and sisters. I play for them. I love my mom and dad. والله صدقيني الحياة صارت صعبة. وعب الليل قول عزة هيدا حلم. هيدا بدو حقيقي. ليلى صورتك بالسايت أول ما وصلتي أنت وعم تشوفي ولادك على الأرض بمشهد كتير قاسي ركعتي جالسة ركعتي وعليتي راسك وكنت عم بتصلي. طيب شو هالقوة؟ من وين تجي هيدي القوة؟ شو هالإيمان لشخص ولاده حواليه بهيدا المنظر يركع ويصلي؟ يعني صرت أنت مركز القوة لكل الناس اللي كانوا حواليك. هيفا أنا بكل البروسيس تبعهم كنت كل وقت عم صلي، رحت على المستشفى عم صلي، جيت على السايت صرت صلي هنا وعم بشيلوا جتت وأنا ما كنت عارفة أنه عم بشيلوا الجتت. بكل خلال عم بيصير أنا كنت عم صلي، لأنه بهيك وقت ما بفيدك شيء إلا الصلاة. وبحس يمكن الروح القدس هو اللي كان مهداني بهيدا الوقت ويلي عطاني القوة تقدر صلي وتقدر استوعب اللي عم بيصير معي. شفنا حادث مأساوي، دموع، حزن، ألم، ولكن كمان بذات الوقت شفنا صلاة، شفنا إيمان، شفنا عائلة أم ركعت عم بتصلي، عم تطلب من الناس يصلوا. هالشي هيدا هو شيء مش جديد على العائلة، هي عايشة الصلاة، بتنفس الصلاة، كان عائلة عبد الله أو كانت بريجيت وعائلتها، إنه كانوا عندهم هذا الإيمان وحياة الصلاة، وكل العائلة حواليهم هن يعني برهنوا بطريقة أخرى عن قبول هذا الصليب، صليب الألم، قلوب صليب الألم اللي هو إنه يفقدوا أولادهم. شجر أنا بقوم هلأ 5:30 5:15 أو بروح على الوين الولاد ماتوا، بقعد بهالكرسي وبصلي المصبحة في صورة الولاد، ببلش أنا أتخيل ولادي عم يمشوا من جنيني لعندي، وبصلي هالمصبحة بالبكي، عم ببكي وعم بتخيل، بحس عم طلعها تبلش نهاري. أنتني من 5 سنين هم الصبح قال له امه انا حلمت يسوع، سأل ودي وانا بي، قال انا بدي اكون قديس، قال لكن انا حاخدك بكير انت واخواتك. ليلى انا بتذكر هالنهار هي عم ترجف هربت على الكنيسة، شو بكي ليلى؟ رؤي شو هذا؟ بس حلم، هذا منو شيء. بعد 5 سنين صارت هالقصة، والصليب كتير تقيل. هلأ ليلى امتى رجعت شفت الولاد؟ الولاد شفناهم برابع يوم. نحن ورايحين كان كل اللي حوالي خايفين انه شو حيشوفوا، بالاخص نحن خسرناهم لمشهد كتير مؤلم انه الشوفة حتكون شي بفزع. نحن ورايحين انا صرت صلى على الطريق تا الله يكون معي ويعطيني القوة. قمت وقفت طلعت بكل اللي حوالي قلت لهم نحن هلأ حنفوت نشوف أنتوني أنجلينا وسيينا، بس هن من الموجودين جوا، هن ماشيين معي تيفوتوا يشوفوا جسمهم، سو بليز
بدنا نفوت بالصلاة وبالخشوع وبكل رواق لأن ولادي ما هم موجودين هونيك، ولادي ماشيين معي وهن بيستاهلوا البيس. فتنا على رواق، قمت قلت لهم بليز أول شي بدي أعمله بدنا نصلي. قمنا كلنا سوا مسكنا إيدين بعدنا وكان بدي أنتوني وأنجلينا وسيانا يصلوا معنا. وصلت لعند ليلى على المستشفى عم بتطلع فيهم والله العظيم حسيت حالي فاتي عشي جنة، مع إنه أجسام ولادنا ثلاثة قدامنا حسستني ليلى إنه فاتين عجنة. نحن مسكين إيدينا حطيناهم فوق أنتوني وأنجلينا وسيانا تيكونوا هنا عم بيصلوا معنا، جسمهم مشترك معنا، ومن كل قلبنا غمضت عيوني بلشت أبانا السلام يا يسوع الحبيب لأنتوني. رجعنا أبانا السلام يا يسوع الحبيب لأنجلينا، أبانا السلام. وأنا عم أقول يا يسوع الحبيب، سيانا على ميلة اليمين بلشت تطلع دمعة وبلشت تنزل على كل خدة وبقفت هون. عم نحكي ليلى بعد رابع يوم. بعد رابع يوم. طب شو بقول؟ نحن سألنا المرة اللي بتشتغل بوات ليدي فيونرال إنه هذا الشيء طبيعي؟ قالت أنا صار لي 25 سنة بالمصلحة ولا مرة شفت جدتي برابع يوم بهيدا الوقت إنه نحن عم نصلي نزل الدمعة على خدها اليمين. شي جوز أنا أول مرة بشوفها. يوم احتفلت بانتقال الولاد للسما كنت لابسة أبيض، وشفنا كمان بريدجت كانت لابسة أزرق. أنا خلونا شوف الموت بطريقة كتير حلوة لأن الولاد كانوا كتير بحبوا الله وكتير بخافوا الله. خلينا شوف الموت بطريقة كتير حلوة، خلينا شوف إنه الحياة قصيرة. ركز على السما، ركز على إيماني. حسيت حالي مثل لا أنا ما خسرت ولادي، أنا مني راح أدفن ولادي، أنا راح أحتفل بعرس، أنا راح أحتفل بولادي لأن ولادي انتقلوا من هيدا الدنيا على السما. فأنا لازم صلى أكتر وصوم أكتر وأقرأ إنجيل أكتر وأقدس أكتر وكون ضلكون رايقة. حسستنا إنه الموت فرح، إنه الموت انتقال منه موت. صليش تنلبس أسود من هيك الأزرق her favorite color ولون العذراء. نحن بنلبس اسود انه نحن زعلانين، نحن نفقد الانسان. يا ريت انا فيني يعني بوسه وشوف عيونها الحلوين وشم ريحتها واسمع صوتها وضحكتها، بس نحن زعلانين، نحن لابسين اسود انه هذا tradition. بس الله ما قالنا نلبس اسود، really نحن نلبس ابيض ازرق. أنا ليدنا روحوا على السما. هاي دي أودت فيرونيك. وبعد ما روحت على السما ريحة الأودة تغيرت. هلا ريحة الأودة ريحة الورد. وكل ليلة كنا نحنا منصلي قبل ما تنام أبينا هايل ماري. وأنا كن نام هان كل ليلة معها. تا بتقول لي يا مامي بليز نامي حد مني قبل ما نام. بليز هاج بي مامي. وكل ليلة أنا كنت أعطي لها حق. الليلة رحت عند داني وليلى قالت لي مام بجوز أنا نام عند أنجلينا السين الشنطة ما فيني أفتحها
بس خليتها على الفرشة. وهذا الأوضة ذاتها مثل ما تركتها نهار الـ 1st of February. الساحة ماني دار الأوضة مثل ما هي. بس كنت خلي هاول تتربط شعرها. كل ليلة هلا أنا بيجي مع ابني ومنصلي بالأوضة تبع فرونيك ومنسألها تديري بالها علينا وتطلع على العائلة كلها وعلى كل العالم اللي عاوزين مساعدة. وكمان فكر بداني وليلة خسروا 3 أولاد بس خسرون على الأرض وربحون بالسما. وأنا كمان خسرت بنتي على الأرض وربحتها بالسما. If I could see her again, I would tell her that I underestimated her. Like, she was in my shadow, I guess, and now she's doing miracles all around the world and changing people's lives. So she was very impactful and important lady, girl, sister. She was the best. ليلى كيف حضرت ليوم الدفن؟ يعني كنت واعية شو عم بيصير؟ يعني كنت عارفة أنه أنا اليوم رايحة ودع ولادي جسدياً احتفل فيهم أنه انتقلوا على السما. كنت عارفة شو عم بيصير؟ نهارتها أنا قمت كنت قلبي صار يدق شوي بس صليت وحسيت حالي أوكي رقت طلعت لبست تيابي أنا ونازلة شفت داني قاعد على الدرج قال ليلى اجي الولاد لبرا. قمت أنا طلعت فيه قلت له داني نحن طول عمرنا نصلي تولادنا يطلعوا قديسين وتيطلعوا على السما. ولادنا طلعوا على السما نيالنا قدرنا وصلناهم اللي بدنا نوصلهم. تعا نطلع نحتفل فيهم. مسكت لها ايده وايد ليانا وطلعت لبرا طلعت فيهم. اول شيء عملته سلبت ايدي على وجهي وصليت. وصلنا على الكنيسه هيفا بكل محل وقفنا فيه وحتى بالكنيسه أنا كنت حاسة كأنه أنتوني، أنجلينا، ليانا، سيانا كلهم ماشيين حدي. مش كأنه أنا ولادي هن بالتابوت قدامي أنا بالسيارة، كأنه ولادي لتشلي ماشيين معي ونحنا فايتين نقدس مع بعضنا. وصلنا على الكنيسة فتنا قدسنا طلعنا لبرا. نحنا ورايحين على ركوت ساعتها أنا بلش يدق قلبي. قمنا نحنا ورايحين أجو بليز ما حدا يحكي. وصلنا لهونيك ونزلوا أول شيء أنتني وقمت اتطلعت مثل ساعتها حسيت فيها صرت أبكي ركضت أقول بليز الله يخليكم بليز ما تقربوا لهوني ما تفوتوا أنتني لهوني هني ما بيستاهلوا يكونوا هوني بليز خدوهم لعندي على البيت ما تحطوهم هوني ما تحطوا حدا منهم. قربوا التابوت قام داني وقف قال ليلى أنا حاسس أنتني هلأ عم بيقلي داد ليش قاعد عم تتفرج قوم وساك الشبل وحط التراب علي. قام ونزل أول جتة قام داني صار يحط التراب فوت الكوفن one by one. ليلى بلشت تزعل عم بتشوف أولادها جايين يندفنوا بس كان شي كتير صعب تشوفه أنه أهله وأهله حاملين الولاد وعم يجوا يحطوهم تحت التراب قدام عيوني كان مشهد كتير 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 صعب. And I couldn't walk. I couldn't see my kids getting buried. That moment really killed me. We had to do it. We had to see them getting buried one after the other, after the other, and after the other. And do it the next day all over again. جابوا أنتوني حطوا لتحت. أنا قاعد هون ذاكر كان في شمس بتذاكر الشمس كان هون موجود عم يطلع على وجهي وليلى عم بتصرخ. ليلى عم حسيت ابني أنتوني قال داد أنا مني هون.
جيب هالربش وبلش. جبت الربش أنا، جيب هالتراب وحطيته وعبيته لابني أنتوني. تذكر أنا خلصت أنتوني، طلعت هون كل العالم عم يطلعوا، كل أولادي منهم هون. بدكم تشوفوا أولادي طلعوا لفوق، أولادي فوق. كل العالم سكتوا، ما حدا قال شيء. When I got to Rockwood, I felt like I was literally having an abortion pain. Yeah, labor pain. Yeah. I couldn't walk. I couldn't see my kids getting buried. That moment really killed me. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know? بالرغم من قساوة وصعوبة المشهد وهالحادث اللي وصل صدى للعالم، اللي فاجأ العالم أيضا هي ردة فعل الأهل ومسامحة السائق. I know the guy, he was drunk, driving on the streets. Right now I can't hate him. And I don't want to see him. I don't hate him. I think in my heart I forgive him. But I want the court to be fair, right? It's all about fairness. كيف أم تقدر تسامح حدا حرمها من ثلاث ولاد؟ أول شيء أنا بسامح كرمال الله. فكر فيها هيفا، يسوع وشو قال؟ سامحهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. إذا يسوع سامحنا عن خطاياي، هي أنا لا فيي سامح الكل على خطاياهم. وأنا بعرف أنتوني وأنجلينا وسيانا هن بمحل كتير حلو، محل أحلى من هون. معقول إن يوما ما تشوف اللي كان عم بيسوق السيارة، معقول تسامحه؟ 100% أكيد بسامحه. أنا سامحته. ليش؟ إذا أنا ما فيني سامحه، كيف ربنا بده يسامحني بعدين؟ أول شيء. ثاني شيء، أنا ما سامحته كرماله، أنا سامحته كرمالي أنا. هلأ بتلاقي بيتي ما في anger، ما في revenge، عشان هيك أنا سامحته. وكرمال الله كمان. معقول تشوفه يوما ما تزوره؟ يمكن بشوفه. شو بتقله؟ ما بعرف. هذا ما بعرف شو بدي أقوله. أول شيء بقول له أنا سمحت. Well, Lord, that I forgive you, but you hurt all of us here. You've changed our life. We have been in pain. ليلى، قطع عليكم مناسبات كثيرة من وقت ما توفوا الأولاد لليوم. قطع عيد الفصح. أدي كان صعب أسبوع الألام والجمعة العظيمة. جماعة العظيمة كنا كتير مخلوقين، نص ولادنا مش معنا، بس بنفس الوقت كنا حسينهم كمان كأنه موجودين معنا. وكذا مرة حلمنا ولادنا. أنا الأم الحزينة وما من Layla, you said the words of forgiveness stung the world. من بعد مسامحة ليلى وداني وبريدجت للسائق،
اقتداء بالمسيح، أعلنت الحكومة الأسترالية الأول من شهر شباط يوم التسامح والغفران I Forgive Day. يمكن نقلت لكم بأربع مواسم قصص اغترابية كتيرة، ويمكن كنا عطول ننقل قصص النجاح والتضحيات، لكن بكتير أوقات الألم كان يلحق المنتشرين للخارج بحوادث غريبة ومؤلمة. بهالحلقة رح يكون الطلب من الدولة اللبنانية لإعلان واحد شباط يوم رسمي، يوم المسامحة، تكريماً لهالعيلة اللبنانية اللي كانت مثل للعالم بإيمانها الكبير. أنا ما بيطلع من راسي هالولاد ليل نهار، عم نام عم ببكي بالنومة، عم قوم عم ببكي، بس شو بدي أعمل؟ الوقت ما إله رحم، بدك تقوم بدك توقف قدام عيلتك. ليلى اللي عم نشوفها هلأ ليلى القوية، هي ذاتها اللي عم بتكون عايشة حياتها اليومية؟ هي بوعى بحس حالي كتير مشتاقت لهم، بدي أعبتهم، بدي شم ريحتهم، بدي بوسهم، بدي أسمع صوتهم، بدي شوفهم. في عنا حلين الحلين، يا بدنا نقعد أنا وداني نبكي كل الوقت ونضرب حالنا بالبيت، إذا هيدا شيء بجيب له ولادي أنا مستعدة كل عمري ألبس أسود وكل عمري أبكي وكل عمري ضل بالبيت، بس هيدا الشيء ما حيجيب لولادي. ما إلي إلا الصلاة يلي هنا حيقبونا ويقبولا عيلتي. ليلى في ثلاث أوض نوم للولاد، عندي أنتيليز روم، أنجليناز روم، سياناز روم وأوضتي، وأنا رح لولد من كل أوضة، يعني فوق صار فاضي، فاضي بيتي، حتى طاولة السفرة كنا معبيينها، هلأ نصها صار فاضي. كل حياتنا صارت خلص. سيانا جاية بدها تخبي على أليكس، كتبت Sorry I'd wrote and please forgive us. فبقى محل ما تزبطها راحت خربتها وتركت لي إياها ستين على التخت. ويمكن لكتير عالم إنه إيه يا الله خربوا، بس أنا وليدي ما بقى معي أنيمور، ما بقى عندي إلا هيدا الشيء بقلبي كتير تمين، لأنه هيدا من ولادي. عندي أوضة سيانا ومايكل، ومايكل صار بينام حدة، وهيدا الأوضة فديت كمان ما بقى فيها حدا. أنتوني كان يحضر السكول يونيفورم قبل ما ينام، كان ينام هون ما لحس له على منخاره ودق له بوجهه وقال له لأنتوني، أنتوني أنا كتير 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 بحبك، أنا كتير فخورة فيك. وهيدي الأوضة تسكرت، هيدي أوضة ليانا وأنجلينا، كل يوم بالليل نفس الشي، إجا عن أنجلينا اتلقى حدا العب لها بشعراتها بقول لها أنجلينا أنا كتير بحبك فخورة فيك. راحت أنجلينا من الأوضة، بالأوضة صارت تقريبا نصها مسكرة، وبقيت ليانا لحالها تحت الصدمة. هاي فبتعرف إيه منقول للولاد ما تخربوا وما توسخوا ولا شيء. بس أنجلينا مرة كانت جاية من الجيمناستيك ومشيت حافية وإجت لقحت على التخت ومدت إجريا على الحيط وبصخته من إجريا. بس بتعرف قديش هلأ هيدا الشيء بحبها وبضل أطلع عليها، لأنه هاي بتذكرني بإجر بنتي، وحتى عم فاكر جيب حدا يرسم لي إياها وأعملها لوحة تنقلها على البيت الجديدة. ليلى إذا بتغمضي عيونك هلا شو أول شغلة بتفكري فيها؟ هاتني أجلي راسي يا ربا يسوع، شوف يسوع عم يبتسم فاتح إيديه، وأنتني أنجلينا سيانا برونيك عم يلعب حدو. شو بتقوليها؟ أنا بحبكم من كل 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 قلبي، كان بيت ليجي يوم تقدر كون معكم بالسما ومع يسوع ومع كل القديسين. أنتني أنجلينا سيانا I love you, I'm so proud of you and I thank you for being my kids.
أحلى هدية الله أعطاني وهالولاد. And I can't wait to see you again. I miss you. And I'm glad you're in heaven. ليلى اللبنانية المؤمنة القوية اللي هزت العالم بإيمانها. ليلى أنا بدي أتمنى لك القوة والصبر والإيمان على طول. بدي منك تذكرينا بصلاتك كمان وتذكري لبنان بصلاتك. وأكيد أنتوني، أنجلينا، سيانا وفيرونيك بالسما بمحل كتير حلو. Thank you so much هيفا. بالنهاية كلنا هون مع بعضنا تنسلي لبعضنا تنشجع بعضنا تنكون أحسن وأحسن، تنضل متواضعين، نحب بعضنا، نسامح بعضنا، نركز على السما لأنه هيدي الحياة عابرة وما فيها شيء. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Glory be to the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Anthony, Angelina, Sienna, I love you. I love you. I miss you.